نادي اللبناني بالمكسيك هو صورة مصغرة عن لبنان المغترب وصورة بتكبر القلب. هون حست نادين إنها مش بعيدة عن أهلها اللي بقيوا بلبنان بسبب ظروف البلد. عاطفة اللبنانيين غمرتها بحنان كل الأهل، فرشوا قلوبهم واستقبلوها، سمعت منهم كلام مؤثر. لنا الشرف باستقبال أعلى مرجع للجمال في وطننا الأم، نادين نجان. نادين نجان. أهلا وسهلا النادي اللبناني بالمكسيك بيتك. غنوا لها، رقصوا لها، صوروا معها. كرموها كملكة وأكتر، احتفلوا فيها مثل شخص كانوا ناطرينه من زمان، وكل الحكي ما بيساوي هالعاطفة اللي بتدل على نبل وصدق وأصالة. بدعي كل الجالية اللبنانية بكل البلاد انه هالسكسس هالنجاح كله يلي بنيتوه، هالقوة كلها يلي جمعتوها هون، حملوها معكم هدية ورجعوا فيها على لبنان.